دي مجلة عمرها 180 سنة تقريبا. تتحول هذه المجلة فجأة إلى مجلات بير السلم. تاني، مجلة من مجلات بير السلم أو صحافة الصحافة الصفراء أو الصحافة السوداء أو الصحافة المأجورة أو الصحافة اللي بيدفع لها يعني فلوس عشان تنشر تقارير. نفس هذه المجلة اللي عاملة تقرير مطول عن مصر، تقرير أسود، من أسبوعين بس، من أسبوعين مش من سنة يعني، عاملة تقرير إيجابي جدا عن مصر، على الاقتصاد في مصر وعلى الاستثمار وعلى المجلس الأعلى للاستثمار اللي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي. يوم الرئيس ما ترأس الاجتماع طلعت بعدها بيوم ولا اتنين عاملة تقرير بتتكلم على مصر. إيه اللي اتغير في الأسبوعين دول؟ يعني إيه اللي اتغير ما بين مصر هايلة 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 وبين مصر ما فيهاش حاجة بتحصل؟ إيه اللي اتغير؟ ده نفس المجلة. عارفين الفارق إيه؟ إنه التقرير اللي بتاع يومين ده تقرير محدش كاتبه. يعني لما تجد أنت لازم تشوف، لما يبقى فيه مقال أو فيه تقرير لازم فيه صحفي أو كاتب بيكتبه. التقرير ده ما عليهوش حد، ليس عليه أسماء، إلا إنه اسكندرية. من اسكندرية؟ مين من اسكندرية؟ يعني حد قاعد على قهوة في اسكندرية كتب التقرير وبعت الإيكونومست؟ حد طب في جهاز المخابرات البريطاني قاعد في المبنى بتاعهم كتب؟ هو ده الأدق، ده الأدق. تقرير يحمل السواد من أول عنوانه، تقرير زي ما بقول لكم من أول العنوان كده ضد مصر وضد الرئيس، يتحدث عن أنه الشعب مستاء من الرئيس. هل معقول؟ هو سأل مين؟ يعني عمل استطلاع رأي مثلاً وبيتكلم على انه الناس خايفة انه من فوضى، انه لو حصل فوضى ممكن يعني يحصل، يعني خائفون من الفوضى التي ستجلبها فوضى اخرى. ده المانشيت بتاع التقرير الكاذب والمزيف والتقرير الاسود في الايكونومست. قعدت تشوف التقرير بيتكلم ايكونومست في الاخر. يعني انا امبارح لسه بكلمكم عن المخابرات، عن انجلترا ودورها في منع ان مصر تاخد قرض ايام الرئيس عبد الناصر عام 58 عشان تعمل تنميه لقناه السويس وتعميق للقناه وتوسع القناه وحتى تعمل قناه جديده عام 58. على فكره النهارده 18 يونيو بنحتفل بعيد الجلاء. اخر جندي من المستعمر الانجليزي خرج يوم 18 يونيو 56. بالمناسبه كنا عيد الجلاء ده، وانا فاكر كويس قوي، كنا بناخده اجازه نحتفل بجلاء، عيد الجلاء، جلاء اخر جندي، اخر جندي من المحتل والمستعمر الانجليزي. النهارده سنه 56 كان اخر واحد من 80,000 اللي كانوا موجودين مشيوا. ويبدو الانجليز يعني مش عايزين يسيبونا في حالنا. وزي ما قلت امبارح وقلت من 10 سنين ومن 20 سنة ومن 40 سنة، كتبت ده وما غيرتش رأيي في انجلترا تاني، ما غيرتش رأيي فيها ابدا، عشان عارف اي خراب بيحصل انجلترا وراه. طب عايزين استقرارنا؟ عمرهم. عايزين البلد دي، انا بكلمكم الكلام ده من قبل 2011 وقبل 2010 وقبل 2005 وقبل 2000 وقبل 95 و93، من بداية اواخر الثمانينات تاني، اواخر الثمانينات. عبد الله ده كتب عن انجلترا من اواخر الثمانينات وبداية التسعينات، لم يغير كلامه عنها حتى هذه اللحظة.